نعم. فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة جهرية وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة عمة، وفي الركعة الثانية سورة القيامة. السؤال، هل الترتيب يعني في القرآن في الصلاة واجب؟ نعم. ترتيب القرآن، الترتيب ثلاثة أنواع: ترتيب الكلمات، وترتيب الآيات، وترتيب السور. أما ترتيب الكلمات والآيات فهذا بالإجماع أنه واجب، فحرام على الإنسان أن يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا بالاتفاق. وكذلك ترتيب الكلمات، لو قال الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن، هذا أيضا حرام بالاتفاق. ترتيب السور ليس حراما، ولكنه مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم الذي كادوا يجمعون عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث رتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يخالف هذا الترتيب. وبناء على هذا القول تكون قراءة هذا الرجل في الركعة الأولى عما وفي الثانية سورة القيامة تكون مكروها. هذا إذا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة في الركعتين. من العلماء من يقول كل ركعة لها قراءة منفردة، وعلى هذا فلا بأس. والذي يظهر لي أن الأولى أن يرتب في الركعة الواحدة والركعتين اتباعا للمصحف. نعم.